أعرب المصريون في مختلف المحافظات عن تضامن شعبي واسع مع القضية الفلسطينية، مؤكدين إشادتهم بالموقف القيادي الذي تتخذه القيادة السياسية تجاه الأحداث الحالية في فلسطين. ويعكس هذا الموقف التزاما شعبيا قويا بوقف المصريين خلف قيادتهم ودعمهم للحقوق الفلسطينية. الصراحة القيادة السياسية يعني ما بتبخلش أي مجهود في سبيل دعم القيادة الفلسطينية. وانا قبل ما اجي ان شاء الله سمعت ان في ان حماس وافقت على ايه، على وقف اطلاق النار، وفلسطين في فرح وكده، وحماس اتفقت مع القاهره وقطر ان هم خلاص وقفوا على وقف اطلاق النار. دي خطوه كويسه ان شاء الله، يعني ايه في سبيل الحل ان شاء الله. يعني القضيه الفلسطينيه قضيه كل مواطن، مش قضيه الحكومه فقط. القضيه دي قضيتنا كلنا، احنا وقفنا جنب القضيه الفلسطينيه شعبا وسياسه وجيشا، حاربنا عشان القضية الفلسطينية، أرسلنا المساعدات بتاعتنا للقضية الفلسطينية لأهالينا هناك، تربطنا بيهم علاقات دم، تربطنا بيهم علاقات تاريخية جغرافية، هو بوابتنا ناحية الشرق. ما نقدرش نسيب فلسطين، فلسطين جزء من الوطن العربي وجزء من مصر. أنا فخور بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للشعب الفلسطيني، ومصر أكبر دولة بتدعم الشعب الفلسطيني من سنة 48، وإحنا مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، وبنرفض التهجير وبنرفض أي شيء يضر الشعب الفلسطيني. أنا بشكر القيادة السياسية لوقوفها بجانب الشعب الفلسطيني، وطبعا والحمد لله احنا الشعب الوحيد اللي هنفضل مستمرين في دعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، لان دي طبعا لو تهجر الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية ماتت. فانا بشكر الشعب المصري والقيادة السياسية على وقوفهم ودعمهم الشعب الفلسطيني. احنا مبدئيا الشعب المصري وراء الرئيس السيسي ورئيسنا في قرار دعم القضية الفلسطينية. لا ننسى بداية مفاوضات مع القضية الفلسطينية وتحذير الرئيس السيسي لان من عملية التهجير وعملية الانتهاكات واللي بتحصل في اخواننا الشعب الفلسطيني. مصر قدمت مساعدات يعني لا حصر لها. مصر قدمت تبرعات بالدم، وطبعا مساعدات انسانيه زي ما حضرتك عارفه، وفي حاجات كتير، في وافدين من اللي هم كانوا على الحدود بيجوا يخشوا مثلا المستشفيات، برضو زائد حاجات تانيه اللي مصر بتقدر تعمله بتعمله. قدمت القوافل الطبية، قدمت قوافل غذائية، قدمت مساعدات طبية كتيرة، يعني عمل يعتبر الدولة الوحيدة في الدول العربية أو الدول اللي هي الخارجية اللي واقفة جنب فلسطين. مصر أكيد طبعا هي دعم القضية الفلسطينية من زمان، ودي حاجة معروفة، والرئيس السيسي أكثر رئيس قدم مساعدات وقدم محوريات للقضية الفلسطينية، وان شاء الله ربنا ييسر وباذن الله هتخلص على خير ان شاء الله. طبعا دور مصر بدعم القضيه الفلسطينيه يعني اكثر من اي دوله اخرى، تدعيم كامل بالمعدات بالمساعدات بالمفاوضات، مفاوضات حاليا في مصر، يعني حماس واسرائيل كله قاعد في مصر عشان الاتفاقيه. مصر هي الاول والاخير والداعم القضيه، مهما تقول مهما يقولوا عنيها يمين شمال، هي الدعم الاول بشكل معلن غير معلن، هي الاول. مصر بتدعم القضيه الفلسطينيه من زمان، والرئيس السيسي بيدعم القضيه الفلسطينيه وبيدافع عنهم، وان شاء الله ربنا ينصرهم باذن الله. مصر اكبر دوله ساعدت في القضيه الفلسطينيه، وهي اللي قدمت كل حاجه للشعوب الفلسطينيه، واكثر دوله من دعم كبير من الرئيس السيسي. طبعا دور مصر من زمان، طبعا من قديم الازل، وهي بتسند القضيه الفلسطينيه بكل ما تملك، سواء من الجانب المعنوي والمادي والطبي، فدور مصر مش محتاج حد طبعا يوضحه يعني.